نشرة الأخبار من يمن شباب، وهذه عناوينها: مصرع قيادي ميداني من الميليشيا وثلاثة من مرافقيه في ميدي والجيش واصل تقدمه في جبهة حام بمحافظة الجوف. الحكومة تجدد موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي وتستنكر متاجرة الميليشيا الانقلابية بأدوية الكوليرا. إصابة ثلاثة في سطو مسلح على البنك الأهلي في عدن، ووفد من الصليب الأحمر يزور مدينة تعز. حياكم الله. طلب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أطراف الصراع اليمني بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن. وقال رئيس المجلس مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ إن أعضاء المجلس أعربوا في جلسات المشاورات المغلقة عن القلق البالغ إزاء الأزمة المدمرة في اليمن، لا سيما بعد تفشي وباء الكوليرا ووصول عدد الحالات المشتبه بها إلى أكثر من 3000 حالة إصابة. ودعا أعضاء المجلس إلى الوصول السريع والفوري وغير المشروط للمساعدات واحترام القانون الإنساني، وطالبوا المانحين الدوليين بحشد التمويل اللازم لتغطية تكاليف الحاجات الملحة للشعب اليمني. وجهت الحكومة اليمنية انتقادا إلى المجتمع الدولي لتقاعسه عن الدفاع عن الحقوق الإنسانية التي تنتهكها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وأشار مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن في جلسة الإطاحة أو الإحاطة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط إلى تزايد أعداد الضحايا من الأطفال في تعز وغيرها من المناطق اليمنية وزيادة أعداد المعتقلين والمخفيين في سجون الحوثيين يوما بعد يوم دون أن يرفع المجتمع الدولي صوته للدفاع عن هذه الحقوق الإنسانية المنتهكة. جددت الحكومة الشرعية موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأكدت حرصها واستمرارها في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات المتاحة، كون ذلك أولوية قصوى في عملها ومهامها، وبدعم سخي وصادق من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ترحيب الحكومة الشرعية بالتحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في البلاد، مشددة على ضرورة الاستناد على المرجعيات الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة أو تحرك، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216. استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح بشدة قيام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء في محافظات الحديدة وحجة وإب وذمار، وحرمان عدد من المستحقين للأدوية من الحصول عليها. ودان فتح في تصريح صحفي بشدة استمرار إقدام الميليشيات الانقلابية على تعكير حياة أبناء الشعب اليمني والمتاجرة بهذه الأدوية، مؤكدا أن هذه التصرفات زادت من مضاعفة المعاناة الإنسانية لكثير من أبناء تلك المحافظات وينذر بكارثة إنسانية. ميدانيا، يواصل الجيش الوطني عملياته العسكرية في محافظة الجوف شمالية شرق البلاد بغية استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها الميداني بتحرير عدد من المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تتمركز فيها في سلسلة حام الجبلية شمالية مديرية المتون. في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والعناصر الانقلابية في جبهة السلان والسداح في مديرية المصلوب، وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر الانقلابيين بين قتيل وجريح. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا ماجد عياش. مساء الخير ماجد. مساء النور أخي الحبيب. بداية، ما هي آخر تطورات لديك في الجبهات المختلفة في محافظة الجوف؟ تفضل. بالنسبة لآخر التطورات في محافظة الجوف، ما تزال العمليات العسكرية مستمرة، وما تزال التقدمات مستمرة في محافظة الجوف، وبالتحديد في
سلسلة جبال حامل استراتيجية، هذه السلسلة الوعرة والسلسلة التي لها تضاريس يعني صعبة. نعم. العمليات العسكرية مستمرة في هذه السلسلة، وتم تحرير عدة مواقع، والعمليات يعني ما زالت يعني في تقدم، بالإضافة إلى عمليات أيضا نوعية قام بها الجيش الوطني في الشمال الشرقي لمعسكر حام. نعم. من خلال عمليات نوعية على عدة شباب، وتم التوغل في عمق العدو والوصول إلى أماكن يتمركز فيها العدو، وتم السيطرة على عدة مواقع فيها. نعم. إضافة إلى أن هناك معارك تدور في جبهة مزوية بالتحديد في وسط مديرية المتون، من خلال عمليات يقوم بها الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الإنقلابية في هذه المناطق. أيضا أخي العزيز، هناك معارك تدور في مديرية المصلوب بالتحديد في جبهة سداح وجبهة سلان. نعم. هذه الجبهات التي تدور فيها معارك باستمرار وليليا، يعني المعارك مستمرة فيها، من خلال الميليشيات الإنقلابية تكثف من هجماتها عليها للسيطرة على ولو أيا من مواقعها، لكنها تفوق بالفشل في كل هجماتها. نعم. يعني هل يمكن أن تعطينا لمحة بسيطة عن أبرز المناطق التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها قوات الشرعية أو الجيش الوطني، والمناطق في المقابل التي تسيطر عليها لحد هذه اللحظة يعني قوات الانقلاب؟ بالنسبة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني، هي عدة مديريات، إضافة إلى سلسلة جبال حام. هذه الاستراتيجية يسيطر الجيش الوطني على الكثير منها. نعم. أيضا يسيطر الجيش الوطني على مساحة كبيرة من مديرية المتون، مناطق مزوية وغيرها من المناطق المجاورة في مديرية المتون، ويسيطر الجيش الوطني أيضا على كامل مديرية المصلوب، ولم يتبقى منها إلا يعني أقل من 10%، وبالتحديد قرية الملاحة والزغنة، هذه القرية الصغيرة التي لها حدود مع العاصمة صنعاء وجبال يام التي تتبع العاصمة صنعاء. الميليشيات الإنقلابية ما تزال تسيطر على معسكر حام هذا الاستراتيجي، وتسيطر أيضا على ما تبقى من مديرية المتون، وعلى بعض المديريات التي لها حدود مع حرس سفيان ومحافظة صعدة. نعم. ومحافظة عمران. يعني وسط هذه المعارك أو الحيثيات أو التطورات التي تحدث على أرض المعركة، هناك ربما يعني معلومات تتواتر تتحدث عن توتر داخل جماعة الحوثي وقبيلة الشريف الموالية لهم على خلفية مقتل 3 من القبيلة. ما المعلومات أو الدلائل التي لديك حول هذا الموضوع تحديدا؟ بالنسبة للخلافات بين ميليشيات الانقلاب، ارتفعت حدتها في محافظة الجوف في هذه اليومين الماضيين، ولأن ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف هناك من قبائل منها، وهناك أيضا مناطق يقاتلوا بشراسة مع ميليشيات الحوثي، لكن في المقابل هناك قبائل وهناك مناطق لا تقاتل في صفوف الميليشيا، وإنما يعني لا تدخل إلى المعارك، وبالتالي ارتفعت حدة الخلافات بين أفراد الميليشيا، حيث أن بعضهم يقول نحن نقاتل والآخرين لا يقاتلوا. نعم. وحتى وصلت إلى حد أن أحد مشرفين الحوثيين كما ذكرت يعني قام بقتل 2 من أفراد الميليشيا من قبيلة الأشراف الذين رفضوا أو حاولوا الانسحاب من الجبهات وحاولوا الفرار، لكنهم قوبلوا بالقتل من قبل أحد المشرفين. نعم. وما زالت الخلافات على أشدها بين القبائل هذه الموالية للإنقلابين وبين مشرفين الإنقلاب، وما زالت الخلافات على أشدها. نعم. بينهم أيضا يعني ماجد، وصلتنا معلومات حول مصرع أحد مشرفي الجماعة بأيدي جنوده، ما مدى صحة هذه المعلومات، وأيضا ما حيثيات هذا الموضوع إذا كان يعني صحيحا؟ بالنسبة لأحد مشرفي الحوثيين وجد مقتولا في إحدى المديريات التي تتواجد في الجوف العالي، وهذا الموضوع يعني كان بسبب أن أفراد الميليشيات مشرفي الميليشيا يقوم بالزج بأفرادهم في المعارك، ويوهموهم بأن هناك انتصارات، ويوهموهم بأن هناك تقدم وأن هناك سيطرة على مواقع الجيش الوطني، ولكن الأفراد يواجهوا شراسة ويواجهوا صمود من قبل أفراد الجيش الوطني، ويعني
يعودوا خاسرين ويعودوا يعني بدون أي تحقيق أي انتصار. فتحدث هذه الخلافات بين الأفراد والمشرفين على خلفية هذه على خلفية هذا الكلام. نعم ماجد، لننتقل إلى موضوع آخر حول آخر التطورات الأمنية والحالة المعيشية لسكان عاصمة المحافظة الحزم، ما هي آخر المعلومات لديكم حول وضع الحزم الأمني وأيضا وضعها المعيشي المجتمعي الاقتصادي؟ تفضل. بالنسبة للوضع المعيشي والوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية بشكل عام ومن ضمنها عاصمة المحافظة مديرية الحزم، تشهد يعني وضع أمني يعني مستتب، والوضع الأمني في تحسن، وذلك بالجهود التي تقوم بها قوات الأمن. نعم. وكل يوم والوضع الأمني يتحسن من الأفضل إلى الأفضل، ولم تشهد يعني خلال فترة من الزمن لم تشهد يعني أي حالات لا اغتيالات ولا حالات تفجير ولا حالات يعني اختلالات أمنية في مديرية الحزم بسبب القبضة الأمنية التي يقوم بها قوات الأمن في المحافظة. نعم. إضافة إلى أن الوضع المعيشي يتطور ويتقدم بشكل كبير في المحافظة، وتشهد المحافظة خصوصا عاصمة المحافظة نشاط اقتصادي ونشاط عمراني لم تشهده من قبل إلا بعد أن سيطر الجيش الوطني وحقق الأمن الذي يريده المواطنين، فاتجه الناس إلى البناء والتمدد العمراني وإلى النشاط الاقتصادي الذي لم تشهده المحافظة من قبل. نعم، وصلت الصورة. مراسلنا ماجد عياش، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الجوف، شكرا لك. لقي قيادي ميداني في الميليشيا الانقلابية وثلاثة من مرافقيه مصرعهم بجبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر عسكرية أن القيادي محمد عطية، وهو المشرف الاجتماعي والثقافي للميليشيا الانقلابية بمديرية قفل شمر، لقي مصرعه في قصف لمدفعية الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة أثناء تواجده في جبهة ميدي لمشاركة الميليشيا وتحفيزهم للقتال ضد الجيش الوطني. ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني أحكم سيطرته على تبتي الحمراء والسوداء الواقعتين ضمن الخط الأمامي لجبهة الكدحة في محافظة تعز. وبحسب مصادر عسكرية تمكن الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشيا باتجاه مديرية الوزعية جنوب غرب تعز، وكانت المواجهة العنيفة تركزت في مناطق زبد وجبل الدرب وجبل علقة بالكدحة، حيث تكبدت الميليشيا خلالها خسائر بشرية كبيرة سقط فيها العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، بينهم القائد الميداني طارق كوكب أحد أبرز قياداتها في الكدح. هذا وتعرضت عدد من القرى السكنية في عزلة نويها القريبة من جبهة الكدحة لقصف مكثف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقالت مصادر محلية أن انفجارات هزت المنطقة نتيجة قصف مدفعي شنته الميليشيا من مواقع تمركزها في أطراف جبهة الكدحة. يستعد الصليب الأحمر لتنفيذ برنامج خاص بإزالة المخلفات والتحسين والمياه في محافظة تعز، إلى جانب أنشطة أخرى تتعلق بالأوضاع الإنسانية والطبية الأخرى في المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء جمع قائد محور تعز لواء ركن خالد فاضل مع وفد من الصليب الأحمر الدولي. وأكد لواء فاضل خلال اللقاء أن النظافة في مدينة تعز عاصمة المحافظة أولوية يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، كونها تؤدي إلى انتشار الأمراض وأيضا تفاقمها وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني والطبي للسكان. تجري امتحانات الثانوية العامة في المديريات المحررة بمحافظة تعز لقرابة 22 ألف طالب وطالبة موزعين على 115 مركزا امتحانيا، ومن بين الطلبة الذين يؤدون الاختبارات شباب هبوا للدفاع المسلح عن مدينتهم ضد ميليشيا الغزاة الانقلابية. إلى التفاصيل. على أوتار الصمت وبأنامل الحلم يعزفون سمفونية المستقبل المنشود والغد المأمول لمدينتهم. هذه الظروف التي فرضت علينا سيتنجلي غيمتها قريبا إن شاء الله. أنا لاحظت اليوم هذا الجهد الطيب من قبل وزارة التربية والتعليم التي حضرت لهذه الامتحانات، ولاحظت أيضا البشائر على وجوه الطلبة الذين يمتحنون. أتصور أنا أننا في الأيام القادمة سوف نرى ونسمع عن نتائج طيبة للعام الدراسي. وسط جمع كبير لأبناء عاصمة الثقافة، حضر أحد حراس المدينة قادما من مدرسة البطولة ليتقدم الصفوف أيضا في فصل الاختبار.
عبد الله قاسم طالب الثانوية العامة وجريح المقاومة، حضر مع زملائه في المدرسة لتأدية اختبار مادة التربية الإسلامية بعد أشهر من تغيبه عن زملائه في المعركة التي فقد فيها ساقه اليمنى بلغم ميليشيا الموت والتجهيل. أتيت أختبر ولن تستطيع الميليشيا أن توقفنا عن الحياة، ولذلك سنعيش رغم أنوفهم والحمد لله. نجح عبد الله في مدرسة النضال، وها هو اليوم يكافح للتفوق في دراسته رغم كل ما ألحقته به ألغام الإنقلابيين. من بين القصف والدمار ووسط الحصار يرسم المستقبل بأيد أتقنت حمل القلم وهمة وعزيمة على إكمال تعليمها رغم تعطيل الميليشيات للعملية التعليمية. رغم الصعوبات ورغم الحرب ورغم كل شيء أتينا إلى الامتحانات واستطعنا أن نمتحن بكل سلاسة وسهولة. 22 ألفاً من طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وزعوا على 115 مركزاً امتحانياً في 11 مديرية محررة في محافظة تعز. اختبارات اليوم يدخل فيها 71 ألف طالب وطالبة، 61 ألف طالب علمي و10 ألف طلاب الأدبي، يتوزعون على أكثر من 678 مركز اختباري في جميع المحافظات 12. مدرسة خديجة إحدى هذه المراكز، تتم عملية الامتحانات فيها وسط أجواء مهيئة تساعد الطلبة على التركيز وحل ما وضعته وزارة التربية في الحكومة الشرعية من أسئلة. مر اليوم والأمس بسلام، المركز هادئ والطالبات امتحنوا وصارت العملية الامتحانية على أكمل وجه. وجدنا الطالبات الحمد لله هادئات مستبشرات إن شاء الله بما تم تدريسهم. لحد الآن امتحان القرآن والتربية الإسلامية قالت بأنه لن يخرج من المنهج وأنه ما تم تدريسه. مرت ساعة الحصاد الأولى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بأجواء مبشرة بتفوق ونجاح، إذ لم يتدخل عنصر خارجي يعكر الأجواء. هذه البداية وليست النهاية، فمن هذا الفصل ومن على هذه الكراسي تبدأ أول خطوة يخطوها طلبة الثانوية العامة نحو المستقبل. فهل سيختارون مستقبلهم بذكاء؟ عبد العزيز الذبحاني، من شباب تعز. قال مصدر محلي في مدينة عدن إن مسلحين مجهولين هاجموا بنكا في محاولة للسطو عليه، وإن 3 أشخاص أصيبوا بإطلاق النار. وأضاف المصدر أن المسلحين حاولوا السطو على فرع البنك الأهلي بحي عبد العزيز في منطقة المنصورة، لكن الحراسة الأمنية تصدت لهم وخاضت معهم اشتباكات. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مراسلنا من عدن أدهم فهد. أدهم، هل هناك أي تفاصيل إضافية عما ذكر حول عملية السطو؟ تفضل. طبعا عمليه السطو المسلح فشلت باستخدام مدير الفرع عبد الله سالم النقيب، والتي اصيبت بجروح خطيره نقل على اثرها لغرفه الانعاش في احد المشافي القريبه والى جانبه 3 افراد الحراسه. نعم، هل تم التعرف على الجهه المسؤوله عن عمليه السطو هذا؟ ابدا، كانوا عباره عن 8 مسلحين مجهولين حسب ما صرح مدير البنك المركزي الدكتور محمد حلبوب، أنهم مجهولين وأرادوا بالفراق بعد العملية. نعم، هل صدر يعني عن إدارة أمن عدن أي بيان أو موقف حتى الآن؟ هل تم القبض على يعني من قاموا بعملية السطو؟ لم يصدر حتى الآن أي بيان من إدارة الأمن، والفرع الذي تعرض للسطو المسلح في مديرية المنصورة، وهذه المديرية معروفة كثيرا بهذه الاختلالات الأمنية. فقبل أقل من شهر تم السطو على فرع مصرف العنقي وكفلها قرابة 25 مليون، وحتى اللحظة أيضا لم يصدر أي بيان أو حتى التعرف على تلك الأسرى المسلحة. نعم، مراسلنا من عدن أدهم فهد، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. دفعت الحرب الهمجية التي أشعلها الحوثيون وحليفهم صالح بأكثر من 2,700,000 يمني للنزوح إلى القرى وخارج البلاد ومواجهة ظروف متقلبة في مأساة لم تتوقف حتى اللحظة. ربنا باعد بين أسفارنا، هل قالها اليمنيون مرة أخرى؟ أم هي لعنة ساسة التمرد عن الإجماع الوطني والثوابت الجمهورية التي أصابتهم ليتيهوا في الأرض أكثر من 2 سنين؟
بحثا عن ملجأ في الخارج يحفظ لهم كرامتهم، أو رقعة أرض في الداخل تقيهم بأس الحرب التي التهمت نارها اليابس والأخضر. أكثر من 2,700,000 نازح بسبب الحرب التي شنها مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح. 300,000 منهم ذهب خارج الوطن، الذي ذهب هو أيضا يبحث عن بقايا ملامحه بين ركام الحرب وخلف كواليس القرار الإقليمي والدولي. في الداخل هرب أكثر من 2,000,000 مواطن يمني من قراهم إلى العراء خوفا من الحرب وويلاتها، حيث تسكن نسبة من أسر النازحين في مخيمات تعاني نقصا في الغذاء وانعدام للخدمات الصحية والدواء وأبسط مقومات الحياة. وفي الخارج يكابدون بنسب متفاوتة ظروفا صعبة، أبرز أسبابها قوانين وإجراءات الإقامة تضيق عليهم كل يوم، وفرص الحق في اللجوء والعمل تنحسر من بين أيديهم. اليمن يعتبر من أولى الدول العربية المصادقة على اتفاقية حماية حقوق اللاجئين الدولية، والتي تلزم الأطراف باستضافة مواطني الدول الأخرى الذي ينطبق عليهم تعريف اللجوء. واستقبل اليمن عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين الفارين من الاضطهاد والخوف والبطالة خلال العقود السابقة، إلا أن ذلك لم يشفع لأبنائه عن الدول الصديقة والشقيقة. تعد محافظة ذمار الخزانة البشرية للحوثيين الذين يمارسون سطوتهم على أبناء المحافظة واستخدامهم وقودا للحرب التخريبية التي تشنها الميليشيات في اليمن، مما كبد ذمار أكثر من 5,000 شخص لقوا مصرعهم في معارك عدوانية ضد الشعب اليمني. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا ياسر ضبر، عضو المركز الإعلامي لمحافظة ذمار. مساء الخير سيد ياسر. أهلا وسهلا. بداية، يعني ما هي أبرز المعلومات المتوفرة لديكم بخصوص مصرع العشرات من أبناء ذمار ممن تلقوا تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله، وأين تلقوا هذه التدريبات؟ أهلا وسهلا بك مجددا أخي الكريم. التقرير الأخير الذي أصدرته أحد المنظمات الحقوقية وضحت أو ذكرت في تقريرها أكثر من 5,000 جريح، يعني 5,000 يتيل وجريح من عناصر الميليشيات من أبناء محافظة ذمار. لقوا مصرعهم في جبهات القتال، سواء الذي في تعز والبيضاء ومأرب والجوف. هؤلاء العناصر وهذا الرقم المهول الذي ذكر في التقرير أو في تقرير المنظمة الحقوقية، هذا شيء يشكل صدمة كبيرة لعناصر الميليشيات بالتوازنها، لأن هذه العناصر تلقت تدريبات مكثفة أو بذلت جهود كبيرة هذه العناصر من أجل تدريبها وإلحاقها بجبهة القتال. هؤلاء تلقوا منهم في صعدة، تلقوا تدريبات في صعدة وفي محافظة الجوف وفي محافظة ذمار الذي استحدثوا فيها معسكرات عناصر الميليشيات واستخدام عناصر من لبنان ومن حزب الله ومن إيران. لكن هم في هذه اللحظة باتت الميليشيات في ذمار في وضع تتلاشى وتتحاوى بشكل كبير. يعني نعم، هذا العدد يعني الذي تحدثت عنه، العدد الكبير من أبناء ذمار الذين لقوا مصرعهم في المعارك، يعني ألم يعني كيف انعكس ذلك على أبناء المحافظة؟ هل هناك أي مؤشرات على ربما تغيير موقف قيادات كثر من مواطني ذمار؟ هل تغيرت قناعاتهم التي أيدت في الفترة الماضية حرب الميليشيا على اليمن؟ بالضبط أخ كريم، هذا الرقم وهذا الرقم الكبير من الخسائر البشرية شكل صدمة حتى لأبناء القبائل، فأصبح أبناء القبائل الآن ينظروا إلى الميليشيات. يعني زعزعت هذه السجهة التي كانت تتمتع بها عناصر الميليشيات أو قيادة الميليشيات،
من أبناء قبائل الأمار سواء وتقوم القبائل بإرداقهم بالمقاتلين. الآن هذه السجائر انتهت تماما، وذلك لما أمعنت الميليشيات من يعني استنزاف أبناء الأمار سواء الاستنزاف البشري أو الاستنزاف المادي، نعم، على كل المستويات. ثانيا أنها إلى جنب هذا الرقم المهول، الإسهاسات الذي ترتكبها العناصر أو قيادة الميليشيات ليس فقط بحق المعارضين أو من يخالفوهم سياسيا أو ما إلى ذلك، بل بحق عناصرهم عناصر الميليشيات من هذه القبائل. هذا مما أثار حفيظة هذه القبائل، فأصبحت هذه الميليشيات منبوذة بشكل كبير في أوساط القبائل والمجتمع من أبناء الدمار. نعم، يعني هذا العدد، أمام هذا العدد الكبير، يعني نتحدث الآن عن مشائخ ذمار، تجار ذمار، يعني أكثرهم ربما كانوا هم ذراع الميليشيا في المحافظة، ما موقفهم في الوقت الراهن تجاه الحوثيين وما جرى؟ هو ما يجري الآن استياء على كل المستوى، سواء مشايخ سواء تجار سواء مواطنين سواء مثقفين. الاستياء هو واسع وكبير ويشمل كل أبناء المجتمع من أبناء الدمار، لكن هل يوجد يعني موقف؟ لا يوجد موقف، لأنه أنت تعرف أنه المحافظة العناصر الميليشيات تسيطر عليها بقوة السلاح، وهي يعني تقوم بارتكاب جرائم بحق عناصرها كما ذكرت لك لأسهل الأسباب أو لأبسط الأسباب، فما بالك إذا كان في مغاير أو كذا. هم ينظرون هؤلاء القبائل ينتظروا شيء من الشرعية، تقدم أبطال الجيش الوطني إلى هذه المحافظة لتحريرها، سيكونوا هم من سيحررها، لكن من أين لهم في هذه الأثناء الدعم والسند؟ هم يبحثوا عنها الآن، من ينقذهم في هذه اللحظة من هذه العناصر؟ هم لسان حالهم يقولوا أين الشرعية؟ أين الجيش الوطني؟ نحن من سنحرر الدمار وسنحرر، وإذا تحرر الدمار سيكون الميليشيات يعني فقدت سيطرتها عن أكثر من أربع محافظات. فبهذا نوجه رسالة إلى القيادة الشرعية وإلى فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي، إن محافظة الدمار تستغيث من لفتة كريمة إلى هذه المحافظة. نعم، إذا عضو المركز الإعلامي بمحافظة ذمار السيد ياسر الضفري كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصرع قيادي ميداني من الميليشيا وثلاثة من مرافقيه في ميدي والجيش يواصل تقدمه في جبهة حام بمحافظة الجوف. الحكومة تجدد موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي وتستنكر متاجرة الميليشيا الانقلابية بأدوية الكوليرا. إصابة ثلاثة في سطو مسلح على البنك الأهلي في عدن، ووفد من الصليب الأحمر يزور مدينة تعز. ختام النشرة، إلى اللقاء. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.